بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم زراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. أسباب إحمرار الأرز وإيه هي طرق علاج إحمرار الأرز؟ في البداية يا جماعة، أسباب إحمرار الأرز عندنا عدة أسباب تؤدي إلى إحمرار الأرز. رقم واحد، أسباب مرضية وهي ناتجة عن الإصابة بأحد الأمراض الفطرية اللي ممكن تعمل لك مشاكل على نبات الارز وتؤدي الى ظهور اللون الاحمر او اللون الاصفر اللي موجود عند حضرتك. رقم 2، اسباب فسيولوجيه ناتجه عن بعض استخدام العمليات الفنيه الخاطئه وناتجه عن التقصير في التسميد او نقص عنصر من العناصر الغذائيه الهامه والضروريه للنبات في المراحل الاولى، واللي بيظهر اثرها على الورقه من فوق اللي بتقول لك ده عندي نقص عنصر فوسفور، عندي نقص عنصر بوتاسيوم، عندي نقص عنصر زنك، ودي من اهم العناصر المهمه للأرز وخاصة في المراحل الأولى. السبب الثالث بقى والسبب الرئيسي اللي هو العمليات الفنية الخاطئة، اللي هو إيه؟ إن حضرتك بتستخدم مية على نبات الأرز بإسراف والتربة عندك سيئة الصرف. دول أهم ثلاث أسباب ممكن يعملوا لك مشاكل ويؤدي إلى إصفرار وإحمرار أوراق الأرز. طيب بالنسبة للسبب الأول وهو الأسباب المرضية، زي إيه؟ زي الإصابة بلفحة الأرز، زي الإصابة بالطبق البني، زي الإصابة بالآفات الحشرية اللي ممكن فعلا تمص المادة الخضراء اللي موجودة عند حضرتك وتحول لك النبات للون إيه؟ للون أصفر، زي الطعم اللي موجود في الأرض بكميات كبيرة بيؤدي إلى ظهور اللون الأصفر وتوقف النبات على عن النمو. ده بالنسبة للأسباب إيه؟ المرضية. طب بالنسبة للأسباب الفسيولوجية، الأسباب الفسيولوجية ده يا جماعة ودي غالبا ما بتبقى ناتجة عن نقص أحد العناصر الهامة في هذه المرحلة. طب ايه هي العناصر الهامة في هذه المرحلة واللي هتديك اللون الاخضر الجميل؟ العناصر الهامة في هذه المرحلة يا جماعة هو الازوت. طبعا كل العناصر الكبرى دي اساسية، ومحدش يقول لك لا ده ما تستخدمش بوتاسيوم، ده ما تستخدمش فوسفور. لا، البوتفوسفور مهم جدا لتنشيط منطقة الجذور ويعمل لك تفريعات هامة جدا. البوتاسيوم عنصر من العناصر الهامة جدا عشان يساعد النبات في حركة ايه؟ العناصر الغذائية او نواتج عملية ايه؟ البناء الضوئي. الازوت من اهم العناصر في هذه المرحله واللي يعمل لك اللون الاخضر الجميل اللي انا ايه بقول لك عليه. يبقى انت هنا اهم عناصر بقى في الفتره دي عندك ايه؟ عندك النيتروجين، عندك المغنيسيوم، عندك الحديد، عندك الفوسفور، عناصر هامه في هذه المرحله. وده ممكن اي تقصير او اي نقص في اي عنصر من العناصر اللي ذكرناها ده ممكن يعمل لك ايه؟ يظهر لك اللون الاصفر الفاتح او اللون الاحمر على النبات اللي موجود عند حضرتك. الموضوع بسيط جدا والموضوع سهل جدا. عند عمر 25 ل 30 يوم هتبدا تدي الدفعه التنشيطيه الازوتيه، سواء كانت نترات نشادر او سلفات نشادر، او في الاخر خالص يوريا. لو انت مش لاقي نترات نشادر او مش لاقي سلفات نشادر تبدا تستخدم اليوريا، مفيش اي مشكله خالص. لكن الاهم في الاستخدام ان حضرتك تستخدم نترات نشادر، سلفات نشادر، وفي الاخر خالص تستخدم ايه؟ يوريا لو انت ما لقيتش دول او دول. كمان يا جماعه لو انت مضطر انك انت تستخدم يوريا في المراحل الاولى استخدمها، بس المره الثانيه اوعى تستخدم يوريا لان ده هتأثر لك على انتاجية الرز بشكل كبير جدا. وانت تلاحظ ان الناس اللي بتشتغل بيوريا على طول اقصى انتاجية ممكن يوصلها 3 طن ونص 4 طن ونص للفدان، ولكن احنا معانا افدنا يا جماعة توصل ل 5 طن و6 طن للفدان ما بيستخدمش يوريا على النبات الارز خالص، لان دي ممكن تعمل لك مشاكل وتأثر لك على الانتاج. واتكلمنا في الكلام ده قبل كده وشرحت لك ايه هي الاسباب بالتفصيل. يبقى ايه اللي انت كمصدر هتستخدمه لعنصر ازوت؟ رقم واحد تستخدم نترات نشادر، رقم 2 تستخدم سلفات نشادر، رقم 3 لو انت مضطر ومش لاقي سلفات النشادر ومش لاقي نترات النشادر استخدم ايه؟ اليوريا. ولو اضطريت انك انت تستخدم اليوريا واستخدمتها في المره الاولى ما تستخدمهاش في المره الثانيه اللي بتبقى على عمر مثلا 40 45 يوم او 50 يوم على حسب النبات اللي موجود عند حضرتك. اوعى حد يقول لك ده انا بستخدم اليوريا والنبات عندي حلو. ماشي، والنبات عندك حلو تمام واخضر ولونه جميل، بس الانتاجيه عامله ايه يا باشا؟ هتلاقي انتاجيتك تتراوح من 3 طن 4 طن اقصى انتاجيه للفدان، لكن احنا لو انت زارع صنف كويس بتوصل معاك ل 5 طن وتوصل معاك ل 6 طن للفدان لو انت ايه؟ زارع كويس وبتسمد كويس ومفيش عندك اي اصابات مرضيه ممكن تاثر لك على الانتاجيه اللي موجوده عند حضرتك. يبقى رقم 2 زي ما قلنا من اسباب الفسيولوجيه اللي هو ايه؟ اللي هو نقص احد العناصر الهامه للنبات في هذه المرحله. نيجي بقى يا جماعه لسبب مهم جدا واساسي اللي هو ايه؟ رش مبيدات الحشائش. ودايما يا جماعه انا بحب
يعني ما بحبش ان انا اوصي مبيدات بمبيدات اي نوع من انواع مبيدات الحشيش الا اذا كان الوضع عندك سيء جدا ويخليك تصرف بشكل كبير جدا. 90% من مبيدات الحشائش اللي موجودة يا جماعة للأمانة العلمية مبيدات مسرطنة، وهتأثر على النبات بشكل كبير، وهتأثر على المحصول اللي جاي برضو بشكل كبير جدا، لأنها بتقعد في التربة أو أثرها بيقعد في التربة لمدة سنة أو اتنين، ممكن تأثرك على المحصول اللي بعد كده وتعمل لك مشاكل كبيرة جدا. طيب الأفضل لحضرتك إيه؟ الأفضل لحضرتك يا فندم لو أنت لو رشيت النهاردة مبيد حشائش، بعد يوم أو اتنين كده كده لازم هيأثر على الرز اللي موجود عندك. يعني أنت بترش مثلا عشان الدنيبة، عشان ابو ركبة، عشان اي نوع من انواع الحشيش اللي موجود عندك، اوكي هيوقف لك الحشيش التانية، بس برضو هيعمل لك استرس على ايه؟ على نبات الارز، برضو مش هتاخد الانتاجية الجيدة من النبات اللي موجود عندك، وبرضو هيبقى عندك شك فين؟ هيبقى عندك مشكلة انك انت رش مبيدات حشيش، فيبقى صعب عليك طبعا، لان زي ما قلت لك معظم مبيدات الحشيش بتبقى ايه؟ مبيدات ايه؟ مسرطنة. طيب تعمل ايه؟ التنقية اليدوية في الارز يا جماعة ليها عاملين مهمين جدا، او سلاح ذو حدين، الاتنين في صالحك. يعني ايه الاتنين في صالحك؟ يعني لما بتنزل ان انت النهاردة تنقي الحشيش اللي موجوده في نبات الارز، التلبيص في الارز او المشي في الارز نفسه بمعنى اصح، يعني انك تمشي في الارز او تلبص في الارز، ده بالنسبه له يعتبر دفعه تسميديه خطيره جدا. يعني انت لو نزلت النهارده ومشيت كده في الارز ومشيت لبصت فيه شويه ونقيت الحشائش، بعد يومين ثلاثه بتلاقي الرز بتاعك فارق بنسبه 80 ل 90% الى الافضل. يبقى انت النهارده لو عندك اي نوع من انواع الحشائش، اربع عمال لو انت هتجيب النهارده مبيد حشائش مثلا سي ب 1000 جنيه، لو جبت لك عمال ب 2000 جنيه ونقوا الارض بشكل كويس، حضرتك اللي كسبان. ما تبخلش على الارض في حاجه، اوعى تريح دماغك تقول ده اصل انا ما عنديش عمال تنزل تنقي، ما عنديش مش عارف ايه، فانا اجيب دواء ورش يا عم ورايح دماغي. لا، هيقابلك هنا مشكلتين. مشكلتين انك انت حضرتك هتبقى قلقان نفسك لان انت هتاكل من الرز اللي حضرتك بتزرعه ده، والمشكله الثانيه والاساسيه انك انت الزرعه اللي جايه او المحصول القادم اللي بعد الرز هيتاثر بمبيد الحشائش اللي حضرتك ايه؟ رشيته. دي الاسباب اللي بتؤدي الى احمرار نبات الارز. يبقى اسباب مرضيه اصابه النبات باحد الامراض الفطريه، رقم اتنين اسباب فسيولوجيه واللي ناتجه عن نقص عنصر من العناصر الغذائيه الهامه والضروريه للنبات، رقم ثلاثة رش مبيدات الحشائش واللي ممكن تعمل لك مشكله كبيره جدا. كمان يا جماعه نقطه عشان ما انساهاش، ما تخلطش مبيدات اي نوع من انواع المبيدات الحشريه مع المبيدات الفطريه مع المغذيات. انا قلت لك قبل كده لما تيجي ترش اي نبات في الدنيا عشان تاخد اكبر استفاده واعلى كفاءه من الرش اللي حضرتك بترشه، رش المغذيات لوحده عشان تاخد منها اقصى استفاده، رش المبيدات الحشريه الوحيده عشان تاخد منها اقصى استفاده، رش المبيدات الفطريه الوحيده عشان تاخد منها اقصى استفاده، وبالتالي انت كده بتقلل على التكلفه، بتقلل من التكلفه بتاعه حضرتك، لان انت هتاخد اقصى نتيجه او افضل نتيجة من المبيد اللي حضرتك ايه بترشه. ده كان موضوعنا النهاردة يا جماعة عن اسباب احمرار اوراق الارز. اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.